في مفاجأة غير سرة، كشفت مصادر إعلامية أن حكومة سعد الدين العثماني تدرس بشكل جدي جعل جواز اللقاح شرطا أساسيا لدخول الأماكن العامة والمراكز التجارية، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم والمواصلات العامة والجامعات والمستشفيات بدءا من شهر سبتمبر المقبل. أقل ذات المصادر أن القرار يبقى مجرد اقتراح ليس إلا ولا شيء حسم رسميا لحدود اليوم. كشفت مراسلة داخلية، وجه وزير الصحة خالد أي طلب مؤخرا إلى المندوبين الجهويين ومدراء المستشفيات الجامعية أن الوزارة قد تلجأ لخيار إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا، ذلك بناء على توجيهات اللجنة العلمية الوطنية المخصصة لمواكبة استراتيجية التلقيح ضد كوفيد. في وقت أكد فيه سعد الدين العثماني أن الحكومة لم ولن تلزم المواطنين بأخذ اللقاح، قبل أن يشير أن أكثر من ثلثي الأشخاص المصابين بكورونا الموجودين بأقسام الإنعاش لم يتلقوا التلقيح الخاص بكوفيد 19، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة تقترح أولا من طرف اللجنة العلمية.